مشاهدينا لا تخلو مناسباتنا وجمعاتنا في نهاية الأسبوع من منتجات وإبداعات الأسر المنتجة، خاصة وإنهم بدأوا ينافسوا المحلات من ناحية الجودة والسرعة في التحضير والتوصيل وأيضا المنافسة في الأسعار. سعدنا اليوم طبعا استضافة نموذجين منهم، لكل واحدة فيهم قصة ملهمة وبداية مختلفة، نتعرف عليهم ونرحب بتواجدهم معنا في الاستوديو. بداية مع عائشة البلوشي، أهلا وسهلا بك يا عائشة، صاحبة مشروع شومر. شومر إيه. أهلا وسهلا بك، وأيضا تهاني المشاري، أهلا وسهلا بك يا تهاني. هلا حياك الله. هلا والله، يديكم العافية. شكرا لوجودكم معنا، يعني اشياء تفتح النفس راح نتكلم عليها بالتفصيل. لكن خلينا نبدأ معك يا عائشة، يعني أول شيء شكرا لك إنك جايتنا مخصوص من المدينة المنورة، والمدينة المنورة معروفة بالمعمول حق المدينة. أيوة طبعا معروفين احنا بمعمول المدينة بالنكهة شابورة. الشابورة وبالنكهة الأبازير المدينية هذه اللي تديكي طعم وريحة للمعمول الأصلي المديني. صح، عرفتي؟ كيف بدأتي هذا المشروع؟ أنا من صغري سبحان الله أعشق المعمول. وأنا بدأت فيه من تقريبا كان عمري 18 سنة أول ما سويت المعمول. فسبحان الله كلهم أثنوا علي، ويعني ما شاء الله ما أتوقعوا إن وحدة صغيرة في سني تسوي ذا المعمول حقة الستات الكبار. حلو. فسبحان الله شجعوني، يعني انا لي دحين اكثر من 30 سنه ما شاء الله بسوي المعمول هذا، اكثر يعني بكثير ما شاء الله. فسبحان الله كان كل ما يجيني احد يطلبوا مني المعمول هذا فاسوي لهم. جاتني يوم من الايام واحده من معارفنا قالت لي اكيد باللهجه الحجازيه، يا ابله عيشه انا مره نفسي في معمولك، ابغاكي تسوي لي المعمول وليه ما تسوي طلبيات؟ طيب حلو. قلت لها يعني تتوقع انه في احد ياخذ مني؟ قالت ليه لا انا اول وحده، يلا سوي وانا اول وحده اخذ مني. قلت لها والله دارت الفكره في راسي سبحان الله، وبدات كده بالمعارف والقرايب وتوسعت وصرت معروفه في المدينه وصاروا اهل جده كمان ياخذوا مني ما شاء الله. ايوه يعني هو الحمد لله. والحين اهل الرياض نصير ناخذ منك، وان شاء الله انك يعني بتصنعينا وتوصلين لنا هنا. أيوة او أكيد. نشوفك تكبرين وتكبرين ويكبر ان شاء الله مشروعك. انا الحين صرت اوصل لجميع مناطق المملكه الحمد لله بفضل الله. ممتاز، عز الطلب. عاد احنا الحين مع الشتاء نحتاج الحالي، نحتاج المالح ونحتاج اكل البيت، يعني صدقيني لما امرأة من قلب تسوي ترى غير مثلا طبعاً محل طبعاً او مصنع او الى اخره، فيعطيك العافية. بنتقل لك تهاني، يعني انا قبل شوي كنت مشغولة يا جماعة، ترى كنت قاعدة اكل من معجنات تهاني، يعني والله من غير مجاملة شيء من الآخر. تسلم يدك تهاني. كلمينا بعد عن مشروعك، شلون بديتي، شلون عرفتي انه انت ترى العجينة ما هي بسهلة؟ صح، يعني يا ما حاولنا، وصدقيني يعني ايام الحجر انا اكثر واحدة حاولت اسوي عجينة عيت لا تضبط. فعلمينا يعني كيف اكتشفتي انه انت لا عجينتك كويسة، حشواتك في كل مرة تضبطينها نفس. صح. بدايتي طبعا نفس الاخت عايشة، كنت بادية كهاوية، يعني أقدم أروح مناسبة أخذ معي معجنات، فكان يقولون لي دائما معجناتك ما شاء الله حلوة. إلى يوم سبحان الله أنا ناظر سنابات إلا واحدة قالت لنا محتاجين في المحل أسرة منتجة. أيوة محتاجين معجنات، فوديت صينية. طبعا كانت يعني ما كان عندي مبلغ اللي أقدر أحط فيه تجهيزي، فكنت متسلفتها والله سلف. فتسلفتها سبحان الله، كانت بدايتها بداية خير. ف سويت صينية أرسلتها للأسر للمحل هذا. انباعت؟ لا تخيلي ما انباعت. لا هي كانت كتجربة، كانت تجربة عشان يأسسون إنه هل نبغاك معنا ولا لا. فافتحوا المحل ما جاني أي دعوة، ما طلبوني فتحطمت، يعني هي اللي كانت إيه، يعني ما حد قال لي تعالي معنا وشي. فجأة اليوم الثاني جاني اتصال، أنت وينك؟ ليش ما أرسلتي منتجاتك؟ إحنا نهتريك، المحل فاضي، معقولة تخلين المحل فاضي؟ طيب ما حد قال لي، يعني ما حد اعطاني خبر انه قالت لا انه معجبين في فطايرك مره ومتوقعينك تنزلين معنا، خلاص ابدي معنا. فكانت هذه هي بدايتي، بدايت في محل والحمد لله اشتغلت معهم والى الان معهم. لا استقليتي؟ اي استقليت الحمد لله. شغلي احلى شيء انك انت تستقلين وتبدأين في براند خاص فيكي او اسم خاص فيكي. اي صح. كيف الاجراءات؟ يعني كلكم بادين هوايات والان صارت ما شاء الله تبارك الله خلاص يعني شيء رسمي على ارض الواقع. كيف هذه الاجراءات؟
بالنسبة لي أنا كنت يعني كانت منتجاتي على المعمول كنت أسويها لأهل المدينة، وكنت معروفة باسم أم العنود. يعني ما كان عندي إلا رقم واتس، ولا كان عندي سناب ولا انستغرام ولا شيء، بس الواتس أب يدق علي ويأخذ مني. وسبحان الله يوم من الأيام دقت علي واحدة اسمها سلوان، أتوقع تعرف، وهي مصممة أزياء أو شيء زي كذا. سلوان حافظ. أيوه. نعم أكيد. قالت لي، هي من الرياض من هنا، قالت لي وصلني معمولك وأنا ما أعرف إلا رقمك. لا أعرف سنابك ولا انستغرام. قلت لها والله أنا شوفي لا عندي انستغرام ولا سناب ولا شيء، أنا عندي الرقم، يدقوا علي يا اتصال أو واتساب يطلبوا مني. قالت أنا وصلني معمولك ومرة عجبني، أنا الشيء اللي يعجبني أحب أنزله في سنابي. قلت لها والله يا مرحبا، تفضلي نزلي، بالعكس أكون ممتنة يعني. حلو. ونزلت، وسبحان الله جاتني طلبيات من الرياض، ففكروا معايا بناتي واولادي، قالوا لي ليش يا ماما ما تنزل، ليه ما تسوي لك براند يعني باسمك؟ ممتاز. ايوه. اللي هو شومر. ايوه. كيف اخترتوا اسم شومر؟ هو مشتق من الشمر. الشمر اللي نوع من انواع. ايوه هو من منكهات المعمول. نعم. ايوه بس احنا جبناه بطريقه كده عشان يلفت انتباه الناس، شومر هذه باللهجه الشاميه. الشمر باللهجه الشاميه شومر، فقلنا نغير شويه في الاسم عشان يلفت انتباه الناس ايش هو شومر او شيء زي كذا. حلو. يعني قبل عيشه، خليني اقول لك قبل عيشه زي ما يقولوا لك كذا، ابغى نعرف ايش مكونات المعمول اللي بتتميز فيه، يعني بدايه من العجوه، نوعيه التمر اللي جوا كمان ايش هو؟ هو التمر انا شوفي ما اجيب اي نوعيه، انا التمر بنفسي انزل سوق التمور واختاره على عيني، اما غير كذا ما اعرف، انا اختار النوعيه الجيده، اختار التمر البرحي الجديد اللي يجيني دوب ينزل السوق لي يومين ويكون صافي ما هو مخلوط، في تجيك تمور مخلوطه. صحيح. هذه ما اخذ منها ابدا. وطاري وجديد، وهذا يعني التمر انا صراحه اخذه على عيني، وغير كذا ما اخذه على طول يعني من المحل على طول اسوي فيه المعمول، لا اضيف له اشياء في البيت، اضيف من منكه ويعني اضيف له لمساتك الخاصه. أيوة. خلينا نقول لين ما تطلع بالنكهه هذه. ما شاء الله. تهاني خليني برجع لك، انا الصراحه يعني معجبه ما شاء الله باللي قاعد تقدمينه، لكن ايش الاشياء الثانيه اللي انت تقدمينها في براندك؟ هل انت فقط معجنات او عندك اشياء ثانيه؟ لا عندي اشياء ثانيه. زي ايش؟ اعطينا المنيو يعني، ما تدرين يمكن بعد الحلقه يمكن نسوي حفله معجنات ومعمول برعايتك انت استاذه خديجه. لا مسخن، ميني شاورما. حلو. ايه تقريبا هذه، بس انا يعني اللي شاطره فيه اكثر شيء واللي على اكثر طلب عندي اللي هو المعجنات. المعجنات. يعني تخصصتي انه مثلا عزايم جمعات كذا، ولا اقدر اطلب مثلا انا حق شخصين ثلاثه؟ ايه عادي يعني عندي الا شخصين الا زواجات الحمد لله. كانت اول طلبيه لما فتحت انستغرامي، فكانت اول طلبيه اللي شجعتني مره هي كانت الزواجات. جميل. طيب خليني اسالك عايشه، اسعاركم كيف؟ يعني هل انتم تحطون نفسكم في اسعار اللي فاتحه محل وتكاليف هذه، ولا حاطين اسعار معقوله؟ لانه قاعدين نلاحظ الاسر المنتجه او البنات اللي بادين في براندات ومشاريع طبخ قاعدين يرفعون اسعارهم بشكل مو طبيعي. لا انا اسعاري جدا معقوله، يعني بالنسبه لجوده المعجنات انا اشوف ان اسعاري جدا جدا معقوله. يعني في اسعار اغلى، في اسعار صراحه انا اشوفها مبالغ فيها، لكن الاسعار اللي عندي الحمد لله في متناول الجميع. طبيعي. طبعا مها جربت المعمول. لذيذ والله. طيب. العظيم بدون مجامله ما شاء الله عليك. العافيه. طيب خليني اسالك كمان عن الناس، يبغوا يعرفوا اكيد يعني الخلطه نفسها حقه المعمول، العجينه نفسها ايش بيتحط فيها من بهارات، ايش انواع البهارات، او خلينا نقول النكهات اللي بتحطيها فيها. طيب هذا ما يعتبر سر المهنه يعني. لا يا سلام عليك، انا عارفه انه سر المهنه، بس هو مع في كل مكان، احنا نبغى سبيشل. لا هي معروفه البهارات حقت المعمول الحجازي مميزه يعني، ما ادري ما اقول لك في المدينه، بس كل اللي ياخذوا مني يقولوا لي معمولك سبحان الله لما يعني لما ناكله يذكرني يرجعنا لزمان. يذوب. ايوه يقولوا لي مره سبحان الله معمولك يذكرني بايام زمان، المعمول المديني القديم الاصلي. نكهته سبحان الله، يقول لك من يوم ما تقول لي واحده، من يوم ما افتح الريح العلبه الريحه تفوح. حبه سوداء فيه. فيه حبه سوداء. واضح واضح يجنن ما شاء الله. بس يعني انا الحين اوكي
لنفترض انه انا اخذت منك بوكس، كم يقدر يجلس عندي؟ كيف احفظه؟ لازم تعطينا هذه الاشياء عشان نعرف قد ايش نشتري. ترى يمكن يقعد شهر او اكثر، لانه انا لما وصلت هنا للرياض اخذ وقت، يعني شركه التوصيل اخذت وقت، والناس تضجر وقالوا ليش ده معمول، يمكن يوصل لنا قديم، يمكن يتفتفت. بس سبحان الله لما وصل لهم على طول دقوا علي قالوا لي كانه مخبوز اليوم. ما شاء الله. طبعا البهارات قالوا لي وطريقه الحفظ ما شاء الله، وطريقه التغليف تغليفكم يعني مو كانه جاي المعمول من المدينه للرياض، يعني كاننا مشترينه دحين مطلعينه من الفرن. ما شاء الله تبارك. بما انك من المدينه اكيد التنافس عندكم مو طبيعي في المعمول، كيف انت ممكن تطلعين بمنتج قاعد تميزين فيه عن كل الموجودين؟ طبعا زي ما قلت لك يعني في انا مميزه في نكهه المعمول حقي اكيد في المدينه ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله سمعتنا سبقتنا في المعمول. يعني في ما شاء الله تبارك الله اسر منتجه كثيره يعني بتسوي المعمول، بس كل واحده مميزه ببهاراتها بطريقتها بنكهتها. انا يعني السمن حقي السمن اللي احطه غير، البهارات ما ادري يمكن غير، التبول غير، كل شيء كل شيء انقيه كذا بعنايه. اكيد اكيد. ايوه عشان كذا يطلع لي المنتج يعني الحمد لله له بصمته الخاصه، يرضي العملاء مره، واللي ياخذ مني يرجع ياخذ مني مره ثانيه وثالثه. ما في واحده اخذت مني معمول ما رجعت، مستحيل. ما يعني من يوم ما بدات ما اتذكر انه واحده اخذت معمول ما رجعت اخذت ثاني. ما شاء الله يديك العافيه. الله يعافيك. تهاني خلينا نتكلم عن الحشوات اللي في المعجنات دي، يعني انا شايفه حلومي ودجاج. بغشش الكريم. حلومي في دجاج، انا شايفه بيتزا بس ما جربتها لسه. زعتر هذا اللي انا اعرفه الصراحه، هذا الثنتين اللي جربت. في فلافل صح؟ كلميني. حاط عيني عليها انا. معجنات الحشوات اكذب عليك اذا قلت لك ما تعبت فيها، تعبت يعني. تخيلي اني صرت اذا رحت المناسبه وشفت جبت معجنات غير معجناتي فاجلس كذا اشوف وش الحشوه، اي وش الحشوه الجديده اللي سووها، احاول اني اكتشف اطلع الحشوات الجديده اللي اقدر الناس اللي يحبونها الناس كثير. فمخليه في الانستغرام اساسا عندي انه قائمه حشوات، انه في واحده مثلا عندها حساسيه من شيء فلاني، انا ما ابي الفلاني، انا ما احب الفلاني، فانا اقدر الغي لها. تبغى شيء زياده اقدر اضيفها لها زياده. في حشوات انت ابتكرتيها خاصه فيكي او نكهه خاصه فيكي، مثلا دخلتي نوع صوص معين يكون خلطتك الخاصه؟ يمكن ايه، يمكن التونه انا لي حمسه خاصه فيها. ممتاز. والدجاج نفس الشيء لي حمسه خاصه انا كذا اشتهيت يعني. ينفع. ريم قومي يا ريم، والله العظيم ترى فاتك نص عمرك. لا ما يفوتني يعني، انا لانه في الفاصل انا ممكن اخذ صحون و خلاص انت اكلتي ما شاء الله تبارك الله من قعدنا يعني، فخلاص يعني خليني الحين الباقي نتفاهم. يا ودي ما فطرت، خليني الحين. ولا انا ما فطرت ولا شيء، انا منتظره للساعه 7 او 6. ما صدقت شغل بيتي يا ودي، ذبحتنا المطاعم. اي والله. طيب تهاني خليني اسالك، يعني كل واحده فينا تمر في ازمات، في بنات ضعاف وفي بنات قويات لا قوه الا بالله تعطيهم القوه. يعني اثناء فتره نجاحك وصعودك في عالم الاكل والفطائر وذي الاشياء صار خبر انفصالك. كيف قدرتي انه انت تسوين سكيب لعاطفتك لمشاكلك لامورك وما شاء الله بدعتي في هذا المجال؟ شوفوا يقولون عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك، يعني يمكن خبر انفصالي شوي تعبني، خصوصا اني انا انتقلت من محافظه الى كنت ايه كنت انا مؤسسه شغلي هناك، فكنت اشتغل هناك وثابت شغلي وكل شيء، فجاه انفصلت ورجعت لاهلي فوقفت شغل، يعني وقفت يمكن تقريبا سنه كامله، خلاص تحطمت انه خلاص ما في مكان، والمحلات اللي كنت اتعامل معها الاول خلاص وقفتها، انا كنت اتعامل مع محلات ما كنت اتعامل مع انستغرام او فاتحه اي شيء، فكان حسابي بس كنت بس محلات. فكانت لما انت تمرين بظرف وتنضغطين فكنت اطلع حرتي انه ابدع اطبخ، فكنت ابدع، هذا الشيء خلاني اصر اني لا اسوي. فقالت واحده من اخواتي ليش ما تفتحين حسابك في الانستغرام وتفعلينه؟ فعلي حسابك. انا دورت انا محلات اسر في الرياض فكلهم كانوا يقولون لا انه مكتفين ما نحتاج اسر خلاص. ف
ففكرت اني ذاك الوقت فكرت اني افتح حسابي انستغرام وابدا افعله. والحمد لله فعلته، والحمد لله كانت اول طلبيه لي كانت زواج. ما شاء الله، هذا الشيء اللي خلاني صدق انطلق، يعني كانت بدايه انطلاقتي فيها انه زواج. شلون يعني حسابي في انستغرام لسه جديد، يعني ما عندي الا كذا. بعدين زواج اكيد طلبيه كبيره، يعني مو شيء بسيط ولا هو شيء سهل. فالحمد لله كانت بدايه خير، وبديت انطلق فيها حسابي انستغرام. صار الحين المحلات هم اللي يجون يطلبوني انه تعالي عندنا كأسر، تعالي عندنا نزلي منتجاتك. بس الحمد لله أنا الحين استقليت مكتفية بنفسك. إيه الحمد لله، من رحم المعاناة طبعا يلد الأمل، ودائما صح. الوحدة تستمد قوتها من الأحداث ومن الأشياء اللي بتحصل لها. بالعكس يعني هذا الشيء يديكي دافعية، يعني أهنيكي تهاني. اليوم صرت تتدلي على المحلات تقول لهم لا أنا عندي حسابي وعندي زباين الخاص. إيه هذا شيء مرة كويس ما شاء الله. عايشة خليني أرجع معاكي، وبدي أسألك شومر إيش مستقبله أو إيش طموحكم في هذا البراند؟ أنا دحين طموحي طبعا الأعلى، أنا أبغى أنافس المحلات دحين إن شاء الله، يعني مستقبلا أبغى أفتح محل بإذن الله. حتسووا براند يعني مصنع، حتتوسع هو أنا فاتحة معمل. أنت فاتحة ماكينة؟ أيوة جبت ماكينة، أيوة وأفران، ومعمل متكامل يعني في شقة مستقلة في بيتي. لسه أنا طلعت رخصة، طلعت وثيقة عمل وفتحت سجل تجاري ما شاء الله. أيوة يعني بس أفكر إني أفتح محل لأن الناس تعرفني أكثر كمان. أنت معروفة اليوم يعني، بس أهم شيء إنك أنت بتشرفي على هذا المعمل بنفسك، يعني شغل يدك برضو ماشي للأخير. أيوة أيوة طبعا أكيد ما اثق انه اسلم شغلي لاي احد، او سر المهنه زي ما بقول. ايوه هو ده صح، لانه في كثير اصلا حتى من الاسر المنتجه او البنات اللي يبدعون في ذا الشيء تبدا مهنتها، وبعدين لما تشوف انها كبرت تسلموا للعاملات، وهذا الشيء احس انه يعني انا والله لين دحين لسه ما اسلم شيء لاي احد، يعني انا بنفسي اشرف على كل شيء، حتى العجينه انا عجينها ما شاء الله، والتمر انا اخلطه وكل شيء هم، يعني انا جايبه بنات مدربتهم أي. بس ينقشوا لي الماكينه هي تحشي والبنات هم اللي ينقشوا بس هذا. ونقلت سر المهنه هذا لابنائك او بناتك خلينا نقول، طبعا في صناعه المعموله طبعا انا دحين ماسكه بنتي والله الصغيره ببغى اعلمها، وهي بالعكس تبغى يعني الشيء ده، تقول لي ما شاء الله يا ماما يعني مهنه حلوه الصراحه، يعني شيء وتراث جميل يعني. ايوه تبغى تتعلم ان شاء الله. اكيد الله يوفقك، واحنا ان شاء الله نشوفك في افضل الاماكن، وان شاء الله توصلين لحلمك. خليني برجع لك واسالك هذا السؤال ثاني، يمكن واللي كثير ناس يمكن في عالم الاسر المنتجه يقول لك انا ادفع في مطعم سواء معجنات حلا اكل ايا كان، ولا ادفع في اسر منتجه لانه تقريبا نفس الاسعار، يعني ما في فرق كبير في السعر. وممكن الأسر المنتجة في بعض الأحيان تكون أغلى من بعض المطاعم، بس أنا أشتري من براند، أشتري اسم براند يكون مثلا الكرتون أو الكيس أو الناس تعرف أن أنا جايبة من المحل الفلاني، إيش رأيك؟ لا الحمد لله هذا الشيء ما يعني ما مريت فيه، الحمد لله اللي يتعاملون معي أو زبايني يجوني هم عارفين ضايقين شغلي يعني، فهم جربينه الحمد لله، يعني هذا الشيء أنا ما عانيت معه يعني قليل قليل، لو في فئة فهي قليلة جدا، بس الفئة الأغلبية الحمد لله بالعكس زبايني داعمين لي الأول، يعني الحمد لله تلقين واحدة تطلب مني وكأنها أخت وتسأل عني وش أخبارك، يعني خلاص تخلوا معي كأخوات الحمد لله، فهذا شيء ما عانيت منها بالعكس الزباين عندي. وانت تستاهلين وكلكم تستاهلين، لا انت ولا استاذة خديجة اليوم معنا، نتمنى لكم استاذة عائشة انا ماسكة معي هذه، لكن فعليا احنا نتمنى لكم كل التوفيق لانكم فعلا تستاهلون يا جماعة والله، مو بمجاملة، لا معجنات استاذة عائشة ولا معجنات استاذة تهاني كلها معمولة معجنات يا ريم. انا اكلت خلاص شفتي اسمعي شفتي لما تقولين ما اكلتي طول اليوم فجأة تاكلين كيف الدخين، انا تنح خلاص قاعدين يقولوني في الاستوديو فاصل فاصل في الكنترول، بس انا ابغى اسالكم، حاب اني انا اسالكم سؤال تفضل. يعني بالذات انا قاعدين قبل شوي نتكلم معاكم ونسولف شخصياتكم لا قوة الا بالله جميلة وحلوة وتنحب، يعني كيف تتعاملون مع بعض الناس او الرسائل او الناس اللي يطلبون منكم طلبات فجاه تكنسل الطلب، ايش المشاكل اللي انتم قاعدين تواجهونها؟ انا بالنسبه لي الحمد لله يعني تعاملي مع الزباين مره يعني ما قيد واحده اشتكت من منتجي ابدا، ما افتكر يعني يوم من الايام واحده اشتكت من عندي، يعني حتى واحده مره جاتني وانا كنت مضغوطه
عندي طلبيات. قلت لها والله يا أم فلان أنا ما حقدر أسوي لك اليوم معمول. قالت أبدا، هي تبغى تتجبل، هي ما تروح عند أي أحد إلا عندي. قالت لي لا، أنا الصراحة أقدر أروح أخذ أفخم صحن شوكولاتة، بس ماني لاقي شيء يجمل زي معمولك. ما شاء الله تبارك الله. يعني الصراحة هي دائما باستمرار يعني ما يمر يمكن أسبوع ولا أسبوعين إلا تأخذ من عندي تباسي معمول. تقول أنا أحس إنه يعني شوفي أقدر أروح أخذ أفخم صحن شوكولاتة من أي محل، بس أحس لما أخذ المعمول يفرحوا فيه ويسألوني من فين ده من فين جبتي، وعشان كده خلاص أنا ما أبغى إلا أخذ من عندك. ويعني الحمد لله تعاملي مع الزباين مرة ممتازة الحمد لله، ما واجهت الشكر. أي مشكلة معاهم الحمد حلو. لله تهاني سمي يلا قولي لي. لا الحمد لله ما في يعني طلبيات فجأة تجيك وبعدين تجهزين كل شيء وتقولك يلا معلش أنا كنسلت. صح تجي أحيانا، بس الحمد لله ما يعني ما أحزن ولا أضيق صدري، بالعكس يعني خليها صدقة جارية خلاص. إذا كنسلت الوحدة أغلفها وأعطيها أي عامل محتاج. أو ما تخلون العميل مثلا يدفع لكم أول شيء عربون؟ لا مستحيل، أنا ما أقبل والله. كثير يقولون لي إيه، أنا كثير يقولون لي بنعربن عليها وبكرة طلبيتنا. قلت لا، إذا استلمتوها وجت بيدينكم حولوها. بس العربون يحميك أنت إنه شخص أنت بتكلفين بتجيبين أشياء بتحطين. بس الواحد أنا بالنسبة لي أنا الواحد ما يضمن نفسه، أنا ما أضمن عمري، ما أضمن إيش ظرفي، يمكن يجيني ظرف ما أقدر أصلح لها طلبيتها. ما شاء الله عليك. فعشان كذا لا أقولها إذا سلمتي طلبيتك بيدك حولي لي المبلغ أو أعطيني إياه كاش اللي رايحك. يعطيكم العافية وشكرا لكم لتواجدكم معنا، صراحة مرة انبسطنا معاكم، وإن شاء الله يعني نتفاهم أنا وماها ورين بعد الفاصل. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. بعد الفاصل سيدتي تلتقي بنجوم المسرحية الكوميدية طار بالعجة